أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم عليكم بالعافية. اليوم معنا الشيف محمد من شركة كيت للتموين. شو بتقدم لنا اليوم يا شيف محمد؟ النهاردة اخترنا وصفة شوربة الدجاج مع خضار. اخترنا من الخضار البازلاء الخضراء والذرة والطماطم والكزبرة. معنا مكونات كتير حلوة وشهية إن شاء الله تكون ممتاز. في شوربة يعني من المقبلات تعتبر ننصح فيها للصيام وقت الفطور يبدون فيها، لأن نحن دائما صائم نبدأ نقول يبدأ بالتمرات عشان النشاط والحركة، عقب يبدأ بالشوربة علشان يهيئ المعدة لاستقبال الطعام. نبدأ بسم الله بالتحضير. أول شيء أيوة، طبعا زيت تكون كمية يعني على حسب الرغبة. أيوة طبعا زيت السعرات الحرارية أيوة تتحكمي فيها بالشكل اللي انت تحبيه. صحيح، وكل ما زدنا كمية الزيت طبعا بنزيد فيها السعرات الحرارية، كل ما كان خففنا كمية الزيت بنخفف من السعرات الحرارية. شو الزيت اللي استعملت شيف محمد؟ نعم، زيت الذرة. زيت الذرة ممكن نستعمل أي زيت ثاني؟ ممكن نستعمل مكان زيت زيتون عادي. ممتاز. ممكن نستعمل زيت خالص على حسب، انا بحب يعني الاكل اللي انا بحبه. ايوه لكن صحيا هو الافضل نستعمل زيت زيتون، بس في بعض الناس يقولون ان زيت زيتون ممكن يتاكسد بالحراره. شو رايك في الموضوع؟ لا ما اعتقد، احنا بقالنا سنين بنربى بزيت الزيتون. صحيح، وله فوائد كثيره. صحيح يعني. طبعا هو افضل الزيوت، طبعا زيت الزيتون حتى للطبخ ممكن نستعمل زيت الزيتون، هو صحي اكثر و وعالي بالمضادات الأكسدة. نضيف صدور الدجاج. أيوة صدور الدجاج. أيوة تقريبا 200 جرام. 200 جرام ممتاز. هذا يعني نحن أضفنا شوية بروتين في الشوربة. لا طبعا، لأن الدياي غني بالبروتين، فأضفنا شوية بروتين بالشوربة. بس ما حوالي 3 دقائق. أيوة الدجاج ما طبعا هذه الشوربة تحتوي تقريبا على سعرات حرارية، أكيد تقريبا الكوب واحد من الشوربة هذه تحتوي على 164 سعرة حرارية، وتحتوي على تقريبا 12 جرام من البروتين و22 جرام من الكربوهيدرات، فتعتبر وجبة يعني خفيفة كمقبلات يبدأ بها الإنسان قبل الوجبة الرئيسية. دلوقتي اللون الدقيق بتاعي بدأ يتغير معايا بعد 3 دقايق. بضيف الطماطم اللي انا مقطعها مكعبات، كله طازه. وبضيف معجون الطماطم. ممتاز، تقريبا ملعقه طعام. ملعقتين صغيرين. ايوه على قد الوصفه بتاعتي. زيد شوية الحرارة. أيوة أنا كنت معدي شوية. في ناس تحب تحط البهارات في الأول، في ناس بتحب تحط البهارات في الآخر، فالموضوع ده موضوع البهارات ده بيكون على حسب أنت الأسلوب اللي أنت بترتاح فيه. أوكي. إزاي أنت تطبخ، أو أنت إزاي تاخد ثقافة أنت إزاي تكون بتعرف تطبخ. أيوة. هو ده اللي إحنا عاوزين نقول للمشاهدين عليه، ان الاكل ملوش ما يعني في ستايل وستايل اخر. أيوة. وراي وراي تاني. بس انت رايك كشيف يعني مثلا البهارات الافضل كنكهه تضاف قبل ولا بعد؟ انا بحب احطها في اخر الاكل. في الاخر الاكل يعني تعطي نكهه اكثر، لونه ما بتغيرش وتفضل. أيوة. محتفظه بالكميه الغذائيه بتاعتها. أيوة. افضل فتره ممكنه. بعد كده بحط البازيلا بتاعتي. البازلة هذه مثلجة ولا معلبة؟ لا دي طازة. بازلة طازة. ممتاز، كل ما كان طازة أفضل طبعا. آه. مشاهدينا، والمثلج بعد ممتاز. لكن المعلب حاول نبتعد عنه، خصوصا المرضى اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأن المعلب يكون في العادة معلب بالماء وملح. وبحط الذرة بتاعتي كمان. وأيضا الذرة تاخد النكهة، تاخد الفليفر من الدجاج ومن الطماطم اللي احنا حطيناها الفريش. أيوة. وبعدين نحط كمان شوية كزبرة فريش. أيوة. وشوية بقدونس كمان فريش.
بالنسبة للشيف البازيلا، ضفنا بازيلا وأضفنا الذرة. البازيلا والذرة هذه طبعا غنية بالنشويات، فطبختنا فيها بروتين وفيها نشويات وفيها أيضا خضار، فضفنا فيها البقدونس والكزبرة. بالضبط طبعا. بالضبط. شوفي انت مال شكل فول كولر، مليئه للون. ايوه الالوان يعني ملو احمر ممتاز. كمان انت في بتاخدها مش بس كمقبلات، تاخدها كمان كطبق رئيسي لو انت بتحاول انت صح. تنزل وزنك، بتحاول. ايوه صحيح صحيح. بتلعب رياضه ممتاز للي فعلا يتبعون حميات لتخفيف بزر. الوزن ممكن ياخذونها كوجبه عشاء، شوربه دجاجه بالذره والخضار، ويضيفون معها طبق صغير سلطه، فتكون طبق وجبه متكامله ياخذونها على وجبه العشاء. أضفنا للشوربة في الأخير الشيف محمد الكزبرة والبقدونس. ليش أضفتها بالأخير ما أضفتها بالبداية؟ الكزبرة في من نوع الخضار اللي هو ما بيستحملش الحرارة. الحرارة فبتلاقيه لونه اتغير وانت بتطبخه. أيوة. طبخته فترات طويلة. أيوة. فأنا من النوع اللي هو عشان دايما أفضل بحب إن أنا أتلاقي طعم الكزبرة في الأكل. أنا كشيف. أيوة. كشيف فبحاول إن أنا دايما اخرها في الاخر. ايوه الكزبره، بحيث ان انا اتلاقي فيها القيمه الغذائيه زي ما هي محتفظه بالقيمه الغذائيه. ايوه فيها. صحيح. وكمان الفليفر بتاعها يفضل محتفظ كمان بالطعم اللي انت اللي هو الفليفر بتاع الكزبره. ايوه صحيح على كلام الشيف صح، البقدونس والكزبره عشان تحافظ على طعمها بالاكله تضاف بالاخير، لكن من حيث التغذيه لان الكزبره والبقدونس غني بالفيتامين سي والحديد، لان الفيتامين سي يتاثر جدا بالحراره خصوصا الحراره عاليه، فنضيفه نحن على اخر الطبخه بحراره واطيه جدا عشان ما نفقد قيمتها الغذائيه. وكمان معنا من المنكهات الغذائيه الزبكي معي عاليه جدا ما شاء الله. عندنا الزعفران ما شاء الله اليوم. طبعا الزعفران غني بالقيمه الغذائيه ومعروف عنه. ولا حرج على طبعا اكيد وعلى فوائد الزعفران. أيوة. معانا كمان الشعريه بحيث ان هو الطبق يكون كامل متكامل. ايوه من بننزل بالشعريه بتاعتنا. طبعا هو الشيف اضاف الزعفران، لكن زعفران له قيمه غذائيه كبيره. الزعفران يحتوي على ماده السفرانال وكثير من مضادات الاكسده اللي تساعد فعلا على انها تخفف على من الاكتئاب والارق والتشنجات. يعني الواحد لما يصاب بارق او ما يرتاح بالليل ممكن ننصحه ياخذ كاسه حليب مع شويه زعفران تخفف من هذا الارق او الاكتئاب اللي هو يعاني منه. وغير انه فعلا الزعفران ماده غنيه جدا بالمضادات اكسده، تحمي القلب، تساعد على المحافظه على ضغط الدم. انت ننتظر بعد الوقت من 20 ل 25 دقيقه ليكون الطبق بتاعنا كامل على التقديم. اوكي. بس شوفي دكتوره ما اجمل الطبق. شوفي شكل لما احتفظنا احنا بالبهارات بتاعتنا الاخر لسه لازالت صلصه الطماطم اللون اللي هو الاورنج اللي كنا بنتكلم عليه. ايوه الناس موجود. الناس محبين اللي هو بحب الطبق بتاعي يكون شكله كويس وشكله حلو، فدايما بتحاول انت دايما تعمل تناسق ما بين الالوان وما بين الطبق بتاعك يكون غني بالخضار، البروتين. أيوة. النشويات كل ده حضرتك طبعا يعني عارفه فوائد الخضار عامله ازاي. ما شاء الله الوجبه غنيه ومتكامله ما شاء الله، الالوان فيها حلوه، الاخضر احمر اصفر متناسق ويفتح الشهية. طبعا اليوم طبختنا مثل ما شفتوها هي شوربة الذرة بالخضار، وهي مثل ما عرفنا هي غنية بالبروتين لأن فيها الدجاج، وغنية أيضا بالنشويات وفيها قيمة غذائية عالية. أضفنا لها الزعفران، أضفنا لها الذرة والبازلة والبقدونس والكزبرة. شو الأخبار يا شيف؟ أكلتنا تعتبر جاهزة خلاص لأن احنا كنا محضرينها من قبل،
خرجنا الشوربه لمده 10 دقائق عشان يكون في موضوع تجانس ما بين المكونات. واخترت ان انا اخترت ان انا اقدمها مع نوع من انواع مثلا الخبز الناشف او الخبز بالكمون، بحيث ان مثلا لو انت اوكي مش عاوز تاكل كتير على الفطار تدي كنت مثلا يديك مقدمه للفطار ممكن يديك مثلا 3 ساعات 4 ساعات صحيح تاكل بعدين براحتك بقى صحيح. كذي نحن خلصنا اليوم وصفتنا الصحية اللي قدمها لنا الشيف محمد، أشكرك على هذه الوصفة الصحية الغنية، أشكركم أعزائنا المشاهدين وأتمنى أنكم استفدتوا من هذه الوصفة وتقدمونها إن شاء الله في الموائدكم الرمضانية على الفطور كمقبلات تبدؤون فيها فطاركم الشهي، ونشوفكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة ووصفات جديدة وصحية في برنامجنا عليكم بالعافية.